البنت شادي ضحك عليها صاحب ديالها خويا تعدى وعمي مشات تزوج وخلاني في نص الطريق. انا اللي كنت محتاجاه وقال لي غنبقى معاك وغندير معاك وغنفعل معاك انا ما كاش كيامن يتزوج بي. قال لي غنبقى معاك حتى نموتو. اللي كان مصاحب معاها واش نتي اختي ما عرفاش باللي تصاحب راه حرام وباللي راه علاقه غير شرعيه ما كيرضاش عليها الله سبحانه وتعالى؟ واش كنتي عارفه باللي نتوما في واحد الطريق اللي تالت ديالكم الشيطان؟ واش كنتي عارفه باللي هاد العلاقه 100% ما كانتش ناجحه وحتى لو تزوجتي به ما غاداش تكون ناجحه؟ علاش؟ لان الله كيغضب عليها وشي يقول لك الزاني والزانيه اجلدوهما 100 جلده ولا تاخذكم بهم رافه. ردوا بالكم وعرفوا واش كديروا البنات. ملي كنتي مصاحبه معاه نهضر اون جينيرال ماشي على هاد الفيديو اللي شفتو دابا، الدري ملي كيتصاحب مع الدريه عارف بانها هي خانت دارهم وخانت الله، كيفاش غادي تيق فيها ويعتبرها الزوجه ديالو؟ لان الزوجه ماشي هي الصديقه او لا كيما تنقولوا الصاحبه، لان الصاحبه دائما الدري كيقول كيف ما تصاحبش معايا انا غادي تصاحب مع بزاف، وكيف ما كانت تصاحبش معايا انا ديجا تصاحبات مع بزاف، وداكشي اللي دارتو معايا غادي ديرو مع بزاف. اذا شي يعتبرها عاهره او كيفاش كيتلاها بها، يعني غير كيتلاها بها وكيضحك عليها، لان ما يمكنش يتزوج بوحده اللي مشات معاها في الزناقي واللي سلماتو راسها بالمجان وفابور وبلا حتى شي مقابل من غير كلمه راك تعجبيني راك زوينه راك ديالي راه ناوي معاك المعقول. هاد الكلمات هما الكلمات المفتاحيه من اجل قضاء الحاجه لا غير. ردي بالك، وكاين اللي كيشوهها وكاين اللي كيفضحها وكاين اللي بزاف ديال الامور خيبي وكاين الله يسر اللي كيخسرها وكيخليها وحياتها كتدمر وكتشبلى. وكاينين شي دراري كاع كيبليو الدريات والبنات غير بالضحك وباللعب. ردوا بالكم راه هادشي راه تيغضب عليه الله سبحانه وتعالى. الا كانت في القلب ديالك غير ذره اسلام غادي تفهمي وتعرفي بان الدري اللي بغاك غادي يجي لداركم، ما غاديش يجرجرك ويبقى يتفلى عليك ويستغل العواطف ديالك باش هكذا يقضي الحاجه وكيعتبرك ملها وشاد بك السون كيف ما تنقولوا كل وضوح. وراه دائما الدري تيقول لك انا بقى نتصاحب شي نعيا وفي الاخر مشي نقلب على بنت الناس، راه بنت الناس ماشي هي بنت الناس، بنت الزنقه فقط الدري كيبغي يتفلى بها، ولكن تيمشي يقلب على بنت الناس باش يدير معها الوليدات. وهذا هو الحقيقه، لان علاقه ديال الحرام ما كيسرش فيها الله، كيشكون مغضوب عليهم ولا طالين. ردوا بالكم وبات كونفيونس وما كاين ما احسن من الحلال ان شاء الله.